وقوله عليه الصلاه والسلام فيتكل، الفاء للترتيب والتعقيب، يعني بمجرد اعلامهم بهذه البشرى يتكلون، لان النفس البشريه كما سلف ضعيفه. واذا قال عز وجل وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، فالاصل في ابن ادم الجهل والظلم، لكن بتوفيق من الله عز وجل قد يرتفع العبد فيكون عالما عدلا. فالفاء هنا حرف عطف، ويتكل فعل مضارع مجزوم بحذف النون، مجزوم على أنه معطوف على تبشرهم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، إذ لم يقل فيتكلون.